Hello. Welcome to the Detroit Experience. I'm an android and I'll be your hostess. Before we begin, let's make some adjustments to optimize your experience. These language settings were detected on your console. Are they correct? من فضلك اضبط إعداد الشاشة. شكرا. حدد ملفك التعريفي. لما تظهر العلامة دي أرجوك ما تقفلش الجهاز. دلوقتي أنت مستعد لديترويت. افتكر، دي مش مجرد قصة، ده مستقبلنا. المفاوض في الموقع. بكرر، المفاوض في الموقع. لا، أنا أرجوك. أرجوك انقذ بنتي الصغيرة. استنى، أنت هتبعت أندرويد. تمام يا أستاذ، لازم تتحرك. ما تقدرش تعمل ده. أنت ليه ما تبعتش إنسان بجد؟ ما تخليهوش يعرف كده. كابتن آلين، اسمي كونر، أنا الأندرويد اللي بعتها سايبر لايف. بيضرب نار على أي حاجة بتتحرك، وقتل 2 من رجالتي. يضرب بسهولة، بس هم على طرف البلكونة. لو وقع هتقع. جربت شفرة التعطيل بتاعته؟ دي أول حاجة جربناها. هل واجه صدمة انفعالية خلال الفترة الأخيرة؟ اسمع، إنقاذ البنت دي هو الأهم. إما تتعامل مع الأندرويد القذر فوراً، يا إما هتولى نار.
تقربش مني وإلا هنط. لا أرجوك أنا بتوسل إليك. اسمي كونر. ازاي عرفت اسمي؟ انا عارف حاجات كتير عنك. انا جاي عشان اخرجك من هنا. انا اندرويد زيك بالظبط. انا عارف انت حاسس بايه. ايه اللي فرقت بيه انك اندرويد؟ انت في صفهم. عمرك ما هتفهم شعوري. انت محتاج تعديل يا دانيال. عندك مشكلة في السوفت وير. هنصلحها وكل حاجة هتبقى تمام. مش محتاج تصليح. شغال بشكل هاي. بس انا فهمت كل حاجة. وعمري ما هسمح لحد انه يهني تاني ابدا. اسمع، انا عارف انها مش غلطتك. المشاعر اللي انت حاسس بيها دي مجرد خلل في السوفت وير بتاعك. لا دي مش غلطتي. ما كنتش عايز ده. انا حبيتهم انت عارف، بس كنت نكره بالنسبه لهم. كنت مجرد عبد بياخد اوامر. انا عارف انك كنت قريب من ايما. انت فاكر انها خانتك لكنها ما عملتش كده. كذبت عليا. افتكرتها بتحبني بس كنت غلط. هي زي كل البشر تماما. دانيال لا، مش قادر استحمل الإزعاج أكتر من كده. قول الهليكوبتر تبعد عن هنا. اتفضل، عملت اللي انت طلبته. انت لازم تثق فيا يا دانيال. سيب الرهينه تمشي واوعدك ان كل حاجه هتبقى تمام. اوكي؟ انا عايز الكل يمشي وعايز عربيه، واول ما اخرج من المدينه هسيبها. ده مستحيل يا دانيال. سيب البنت تمشي واوعدك ان انت مش هتتاذي. مش عايز اموت. انت مش هتموت، احنا بس هنتكلم. مفيش حاجة هتحصل لك، انا وعدتك. تمام، انا واثق فيك. كدبت عليا يا كون. انت كدبت عليا. Thank you.
كمان تعتبر أفضل مساعدة منزلية. بتطبخ 10,000 طبق. يلا يا زوي هنمشي. اللغة ولكس وبتهتم بالواجبات المنزلية من ابتدائي للمرحلة الجامعية. واو حبيبي شكلها هيجنن. دي بالظبط اللي محتاجاها. انت قلت بكام؟ وعلى فكرة كل الأعمال المنزلية، نقاشة، سباكة، زراعة، ونجارة كمان بالليل. وبالليل اختيار جميل جدا. يلا بينا نخلص إجراءات البيع. أغلى شوية بس بيتمتع بمزايا كتير. تعالوا تعالوا هو ده تمنه عالي بس هيعمل كتير. أنا مش عاجبني البياع ده. أهي قعدة تشغيلها كانت صعبة جدا، حالتها كانت سيئة. هو إيه اللي حصل كمان مرة؟ عربية خبطتها، حادثة غبية. فهمت. بقت كويسة دلوقتي بس ساعدنا ظبطها، يعني اضطرينا نشيل الذاكرة. أتمنى ما تمنعش. مش مشكلة. تمام. اخترت لها اسم؟ بنتي اختارتها. إكس 400 سجلي اسمك. كارا. أنا اسمي كارا. البيت دلوقتي؟ ايوه